الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة إلا الصلاة إلا الصلاة على الحبيب محمد صلوا وسلموا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت الشكر علينا ما دعا لله داع أنت في الكل جميل وجمال يا مطاع أنت في الكل جميل وجمال قبل أيام الرضا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربنا صل على من
الهدى وجب الشكر علينا مدى علي الهدى. صل يا ربي وسلم وسلم على النبي وسلم على النبي خير.
لله قولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا بالله بقبالنا يهدي المدينة بين الروح بحالنا والله البكاء ما عاد يبرد قلبنا لله قولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا يقولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا بالله بقبالنا قمر 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 سيدنا النبي قمر Allah, 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 Habibi.
الله 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 يا مولانا الله 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 حبيبي يا رسول الله الحمد لله منشي الخلق من عذابي ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكري جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلتي بدمي محبتي الريح من تلقائك عظيمة وأومض البرق في الظلماء من إظامي عينيك إن قلت كفوا فهمتا وما لي قلبك إن قلت استثيق يا ليمي مولاي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت المجد خط عبرة البطن مثل المهاني على خديك فإن أمارتي بالسوء
فراودته الجبال الشم من ذا
محبوبي خذ بيدي يا اشفع لنا يا ارحم لنا يا محبوبي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو الى دنيا ضروره ما لولاه لم تخرج الدنيا من العذاب محمد سيد الكونين وثقل عيني والفريقين من قرب ومن عجم شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم خذ بيدي يا اشفع لنا يا ارحم لنا يا محبوبي خذ بيدي يا اشفع لنا يا ارحم لنا يا محبوبي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل الخير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدان في علم ولا كرم فكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر او رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وواقفنا لديه عند حدهم من نقطات العلم او من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعمت عدوا النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانصب الى ذاته ما شئت من شرف فانصب الى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي مولاي صل وسلم دائما
Yeah, right.
يا ذا زهير بما